شرح رسالة صفراء التي ظهرت بتطبيق الواتساب منذ يومين تقريبا، هذا موضوع الحلقة، خليكم معي. مرحبا أحبتي متتبعي قناة لبنان فورتك، بهذه الحلقة الجديدة والقصيرة نوعا ما يلي رح نمول فيها، يلي الرسالة التي ظهرت عند أغلب المستخدمين سواء على هواتف الأندرويد أو حتى البلاك بيري أو حتى الآيفون، ومفاد هذه الرسالة. طبعا هذه الرسالة رح تظهر بعد التحديث الأخير للواتساب، ومثل ما شايفين باللغة العربية أيضا إذا كان الواتساب عندك بالعربي، أو باللغة الإنجليزية إذا كان الواتساب عندك باللغة الإنجليزية. مذكور فيها أنه باتت رسائل التي ترسلها إلى الشبكة والمكالمات التي تجريها ضمن سيرفرات الواتساب هي محمية ومشفرة بشكل تام. كاتبين أنقر للمزيد، مجرد ما نقرنا على المزيد مثل ما ملاحظين صار واتساب بشكل آمن. شو يعني؟ شو بتعني هيدي الرسالة أو شو مفاد هيدي الرسالة؟ من حوالي تقريبا سنة شركة الواتساب عم تشتغل على هيدا الموضوع. هو صار رسائلك، صورك، الفيديو وحتى المكالمات ما حد بيقدر يطلع عليها ضمن فريق الواتساب أبدا، لأنه هي مشفرة بشكل كامل. وأيضا هيدا الشيء رح يحمي شركة الواتساب بحال بعض الحكومات طلبت منهم تزويدهم ببعض المعلومات عن بعض المستخدمين، مثل ما شفنا من فترة ذكرنا مقالة بالموقع أنه القضاء بالبرازيل طلب إيقاف خدمة الواتساب لمدة يومين بسبب عدم تجاوب شركة الواتساب مع القضاء البرازيلي لحتى يعطيهم معلومات عن أحد تجار المخدرات. كانت المعلومات عبارة عن رسائل نصية يلي تبادلوها المجرمين مع بعضهم. أيضا كلياتنا نشكر أيضا وبعض الحادثة سريعة المفعول، هي حادثة أبل مع الحكومة الأمريكية والأف بي آي اللي طلبت منهم أيضا فتح الآيفون، لكن ضمن سياسة الخصوصية والأمان من أبل أنه رفضت هذا الشيء. كرمال هيك الواتساب استبت الأمور وعملت هذه الخاصية اللي بتحمي مستخدمينا من المتطفلين بالدرجة الأولى وحتى من موظفين شركة الواتساب أو أي تسريبات ممكن تتم. إذا أنت عملت تحديث الواتساب وهيدي الرسالة بعد ما ظهرت عندك، فالموضوع بسيط. من بعد تعمل التحديث توجه على الإعدادات، هتلاحظ وجود كلمة الحساب، شايفين موجود أيضا خيار الأمان. كل اللي عليك تشغل هذا الخيار، هيكون هو مغلق بهذا الشكل. أنت بس بتشغله وبتقرأ التعليمات، قمت بالتفعيل، يعني بيكتبوا لك شو موضوع هيدا الزر. هيدا كان موضوع الحلقة هيدا اليوم، شرح قصير وبسيط عن هيدي الميزة الجديدة بالواتساب. بتمنى منكم انكم تكونوا استفدتوا منها. اذا حسيت حالك استفدت بتمنى منك تعمل مشاركة لهيدا الفيديو لحتى بقية اصدقائك يستفيدوا من هيدا الفيديو. شكرا لكم، وبنلتقي بحلقات جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.